بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الأولى في التمويل بالمشاركة بتتكلم عن الإطار العملي لعملية التمويل بالمشاركة. طبعا عملية التمويل بالمشاركة بيبقى فيه عندي شريك وفي البنك، وهي المفروض إن في علاقة بتتم بينهم. هنتعرف على هذه العلاقة من خلال الرموز الآتية: عندي سين واحد حصة البنك في رأس المال، وسين اتنين هي حصة العميل في رأس المال. لما بجمع سين واحد على سين اتنين هيديني قيمة رأس مال المشروع. المشروع ليه تكاليف رمزنا لها بالرمز كاف، وطبعا بيجيب إيرادات رمزنا لها بالرمز ره. الفرق ما بين الإيرادات والتكاليف بيجيديني صافي الربح. البنوك الإسلامية بتشترط خصم نسبة زكاة رمزنا لها بالرمز زين، وبالتالي النسبة دي بتبقى في حدود 2.5%. أيضا في عندي نسبة العميل مقابل العمل، لأن بما إن العميل هو اللي هيقوم بالعمل يبقى لازم نديله نسبة، ونخلي بالنا إن هي نسبة وليست رقم. طيب لو احنا دخلنا المعادلات الرموز دي مع بعض كده، هلاقي إن أنا عندي زي ما قلت قبل كده صافي الربح ده عبارة عن الفرق ما بين ر ناقص كاف، حيث ر هو إجمالي الإيرادات وكاف هي التكاليف. كمان عندي صافي الربح بعد الزكاة، يعني عايز أطلع الرقم بتاع صافي الربح بعد الزكاة. فعشان أجيب صافي الربح بعد الزكاة بضرب في مكمل الزكاة أو في واحد ناقص الزكاة. طب عايز أجيب صافي الربح بعد الزكاة وبعد ما بشيل حصة العميل مقابل العمل، يبقى في الحالة دي حاجة أقول ر ناقص كاف في واحد ناقص زين في واحد ناقص صاد اللي هو مكمل صاد. لو أنا وقفت لغاية هنا يبقى أنا بجيب الربح في شكل رقم، لكن أنا عايزاه في شكل معدل أو في شكل نسبة. فإذا هاخد الرقم ده أنسبه إلى مقام. المقام هنا زي ما احنا شايفين عبارة عن قاف نون. قاف نون دي زي ما قلنا قبل كده هي رأس المال بتاع المشروع ككل، اللي هو سين واحد زائد سين اتنين. لو احنا افترضنا ان المشروع ده مدته اقل من سنة، ولتكن مثلا نص سنة، فبنضرب القاف دي في نص. بعد كده لو انا حبيت أحسب نصيب العميل في الأرباح مقابل العمل ورأس المال، نخلي بالنا إن العميل هيقبض مرتين: مرة مقابل نصيبه في رأس المال، ومرة مقابل نصيبه في العمل. لما أجي أحسب نصيبه في رأس المال فباخد الأرباح، بس بعد ما بخصم منها الزكاة وأخصم منها نصيبه في العمل، وأضرب في سين اتنين على قاف، لأنه ما دخلش في المشروع برأس ماله كله، ده نصيبه سين اتنين. عايز أحسب نصيبه مقابل العمل فبقول الربح بعد استبعاد الزكاة يبقى ر ناقص كاف في واحد ناقص زين في صاد على طول، لأن صاد دي بتحدد لي نسبة نصيبه مقابل العمل. بنفس الطريقة لو أنا عايز أحسب نصيب البنك، مقابل رأس المال، فباجي أقول ر ناقص كاف في واحد ناقص زين في واحد ناقص زين في واحد ناقص صاد، مضروبة في سين واحد لأن دي كانت نسبة أو حصة البنك في المشروع على قاف. ناخد مثال على كده. المثال بيقول إن في شركة اتكونت بين بنك من البنوك الإسلامية وأحد العملاء باستخدام أسلوب المشاركة الإسلامية، ومديني البيانات اللي هي سين واحد 8 مليون وحدة نقدية، وسين اتنين 12 مليون وحدة نقدية، ومديني التكاليف اللي هي 0.5 مليون وحدة نقدية، وزين نسبة الزكاة اللي هي 2.5%، ور اللي هي الإيرادات 1 مليون وحدة نقدية، وعندي صاد اللي هي نسبة حصة العميل مقابل العمل اللي هي 25%. عندي كمان طبعا
لو جمعت 8 مليون اللي هي س1 زائد س2 اللي هي 12 مليون، هيديني قاف 20 مليون. وبافتراض ان المشروع ده مدته سنة، المطلوب عندي هنا نمرة 1 معدل الربح الصافي اللي هو R ستار، ونصيب العميل مقابل العمل ورأس المال، ونصيب البنك مقابل بس ايه رأس المال. فأول حاجة عايز أحسب الـ R ستار، فباجي أقول الربح كاف ده هيديني صافي الربح هيديني صافي الربح لما اجي احسب نصيب العميل مقابل العمل، فباجي اقول ر ناقص ك في 1 ناقص ز في ص. نصيب العميل 1 مليون اللي هي ر ناقص نص اللي هي تكاليف، في 1 ناقص 2.5% اللي هي نسبة الزكاة، في ص اللي هي 25%، هيديني الرقم اللي طالع عندي. نصيب العميل مقابل رأس المال عندي هنا في الحالة دي باجي أقول ر ناقص ك في 1 ناقص ز في 1 ناقص ص في س2 على ق. لما أجي أعوض بالأرقام هيبقى 1 ناقص نص مضروبة في 1 ناقص 2.5% مضروبة في 1 ناقص 25% في 12، لأن دي كانت حصة العميل في رأس المال، على 20، هيديني الرقم اللي طالع عندي. بعد كده عايز اجيب نصيب البنك مقابل رأس المال. احنا قلنا ان نصيب البنك رمزنا له بالرمز س1، فلو انا عايز اعوض بالارقام هيبقى 1 ناقص نص في 1 ناقص 2.5 في 1 ناقص 25% اللي هي ص في 8/20، هيديني الرقم اللي هو موجود عندي. لو خدنا مثال تاني، مثال 2، بيتكلم عن التمويل بالمشاركة المتناقصة. عندي هنا مشروع لتصنيع اللحوم مدته 6 سنوات، البنك بيقدم 6 مليون وحدة نقدية، وأصحاب المشروع بيقدموا 4 مليون وحدة نقدية، واتفقوا مع بعض إن المشروع اللي هو مدته 6 سنوات هيكون فيه تخارج على مدار 3 سنوات، آخر 3 سنوات بالتساوي، بمعنى إن البنك اللي هو مقدم 6 مليون وحدة نقدية في آخر 3 سنين هيسترد 6 مليون وحدة نقدية بتوعه، بس مش هيستردهم مرة واحدة، هياخد في كل سنة من التلاتة 2 مليون وحدة نقدية، بحيث في نهاية آخر 3 سنين بيبقى المشروع كله راجع وملك للعميل. الأقساط بنفترض إنها بتدفع في آخر سنة، واتفق العميل مع البنك على إن هم يوزعوا الأرباح كالآتي: 25% من الربح اللي هي للعميل، و75% من اللي هيتبقى من الأرباح هتتوزع حسب مساهمة كل طرف في رأس المال، وبالتالي البنك هيبقى نصيبه في الأرباح عبارة عن 75% مضروبة في 6/10، لأن هي حصته كانت 6، هيطلع الناتج 45%. طيب لو انا عايز اطلع نصيب العميل في الربح مقابل رأس المال بنفس الطريقة، النسبة اللي هتتبقى من الأرباح هتبقى 75% في 4/10 اللي هي حصتهم هما الاتنين، هيديني الناتج 30%. كمان مديني في المشروع معلومة مهمة جدا، ان المصنع ده هيتشيد على مدار 2 سنين، يعني عندي السنة الأولى والسنة الثانية مفيش أرباح بتتحقق.
في حين ابتداء من السنة الثالثة هتبقى الأرباح 1 مليون وحدة نقدية، السنة الرابعة 2 مليون وحدة نقدية، في السنة الخامسة 3 مليون وحدة نقدية، وفي السنة السادسة 2 مليون وحدة نقدية. والمطلوب تصوير جدول توزيع الأرباح. لما أجي أعمل الجدول، أول حاجة توزيع الأرباح في شكل نسب. أنا عندي هنا الأرباح اللي موجودة 1 مليون وحدة نقدية، 2 مليون وحدة نقدية، 3 مليون وحدة نقدية، و2 مليون وحدة نقدية ابتداء من السنة الثالثة. طبعا احنا ملاحظين هنا ان السنة الاولى والتانية مش موجودة. طيب في السنة الثالثة الارباح اللي موجودة عندي 1 مليون، في 25%، لان العميل حصته مقابل العمل 25%، هيديني 25%. حصة البنك احنا قلنا لسه حاسبينها من شوية، قلنا هتبقى 45%، يبقى اضرب 1 مليون في 45%. حصة العميل 30%، يبقى 1 مليون في 30%. المفروض ان انا لما اجمع 25% زائد 45% زائد 30% هيطلع الناتج 1 مليون. نيجي للسنة الرابعة بنفس الطريقة، لقيت الأرباح 2 مليون وحدة نقدية، بضرب 2 مليون في 25% هيديني نص مليون وحدة نقدية. مقابل البنك، مقابل رأس المال، هيبقى 2 مليون في 45%، وحصة العميل مقابل رأس المال هيبقى 6.1 مليون وحدة نقدية. في السنة الخامسة الأرباح عندي 3 مليون، فباجي أقول 3 في 25% هيديني 75%، 3 في 30% يديني 9.1 مليون وحدة نقدية، 3 في 45% هيديني 1.35%. خلي بالك في نهاية السنة الخامسة هيبتدي البنك يسترد ابتداء من السنة الرابعة، قصدي في نهاية السنة الرابعة البنك هيبتدي يسترد 2 مليون وحدة نقدية. عشان كده لاحظنا الآتي، لما جينا في السنة الخامسة نوزع الأرباح للبنك والعميل مقابل رأس المال، لقينا البنك حصته نقصت من 45 في السنة الرابعة ل30. ليه نقصت؟ لأن هو استرد جزء من رأس المال بتاعه اللي هو 2 مليون، في حين إن العميل حصته زادت، كانت في السنة الرابعة 30%، أصبحت 45%، لأن حصته زادت. طب هيحصل إيه في نهاية السنة الخامسة؟ هيحصل الآتي، إن البنك هيسترد كمان 2 مليون وحدة نقدية من العميل في نهاية السنة الخامسة، ده هيتأثر بحصته مقابل رأس المال. فهنبص نلاقي في السنة السادسة الأرباح عندي 2 مليون، هتتوزع كالآتي: حصة مقابل العمل يبقى 2 مليون في 25%، حصة البنك مقابل رأس المال خلي بالك أصبحت 15%. ليه 15%؟ لأن حصته في رأس المال قلت، فإذا هيبقى النسبة 15%. بالنسبة للعميل حصته زادت في رأس المال لأنه لسه دافع للبنك 2 مليون، فإذا حصته زادت من 45% إلى 60%، فأصبح رأس ماله في الحالة دي أو نصيبه من الأرباح أعلى، فإذا هيبقى في الحالة دي نصيبه 1.2. طبعا لما أجمع نص زائد 3.1 زائد 1.2 مفروض يديني 2 مليون. في نهاية السنة السادسة البنك هياخد الحصة بتاعته الباقية اللي هي 2 مليون وحدة نقدية، وبالطريقة دي هيبقى المشروع كله ملك للعميل. دي كانت طريقة توزيع الأرباح
في شكل نسب الأول، وبعدين بحول النسب إلى أرقام.